رسول الله الآن نطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أبا عميلة وضوء قصري قرني ونرى يوكير بيهاري كلب لدهوني وشيخلي تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضى كذلك الصحابة كانوا يتوضأوا أمام الناس ومنهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوضو نبي صلى الله عليه وسلم لبنانو بايو را ان بسي صحابة لبنانو بايو را إلي دخون جن شيخ لي دخون انسا يو حيات عثمان رضي الله تعالى باتا بني سابس نعم أول شيء لابد أن ينوي بقلبه ينوي بقلبه سبنا پہلو کرا انیوارے کے چھونے اپنو ہردے میں مانچلے نیت گروس وضو کو ثم يسمي يقول بسم الله کس بچے بسم الله پڑھو ثم يستحب له ان يغسل الكفين کس بچے اپنو ہاتھ کلا دوئتے دونا سنة استحبابا سنت سا مستحب لكن اذا استيقظ من نوم الليل يحرم عليه ان يدخل اليدين داخل الاناء قبل ان يغسل الكفين ثلاث مرات تر یدی کوئی نیندرا باٹا بیوزین سر تو ماتھی حرام چھ کہ اس لے اپنو ہاتھ پانی میں ہالوس جب سم اس لے نہ دھو سکوس یعنی لا يمكن ان يدخل يديه في الاناء هنا اذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسل الكفين ثلاث مرات یعنی نیندرا باٹا بیوزے پسی تین چوٹی ہاتھ دھونا ضروری سر تو ہاتھ دھونو بندا پہلا پانی میں ہاتھ ہالنے بنی تو حرام ہو فماذا يصنع ياخذ هكذا ويغسل كفين ثلاثه يسرين ياد دنيا قبل ان يدخلهما في الاناء پانی میں ہالنے ہاں اذا استيقظ من نوم الليل یہ رات کو نیندرا والا جو ویو جنس پہلا ہاتھ اسری نہیں دھونے وہ بندہ پہلا ہاتھ اسری نہیں دھونے نعم اذا ينوي بقلبه پہلا چھوٹی نیت کرنے يسمى يقول بسم الله دوسرا نیت کرنے بسم الله بننے يغسل الكفين استحبابا الا في نوم الليل وجوبا ثلاث مرات ہاتھ دھونے ہو یا ہاتھ دھونا سنت سا ترا جو نیندرا والا بیوجن سا رات کو نیندرا والا وہ ماتھی واجب سا کہ اس لیے ہاتھ دھو سا ثم ياخذ حفنا من ماء بيده اليمنى ایک 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 چاک پانی دینے پڑتا ہاتھ میں ثم يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخريه تسوى زي اخنو مو پانی علی را اخنو ناک بڑا پانی تاننے ہو یولے میں يدير الماء في فيه يتمضمض را اخنو مو علی را کلا کرنو ويستنثر بأن يخرج شيء من الهواء مع استعمال اليد اليسرى. هناك بلا يعني بيستاري هواء نقال له هناك سفر غرنيو. حفنة من ماء. يكسر فاني سريع. يتمضمض. ويستعمل يده اليسرى في الاستنثار. يسري يعني يكسر فاني ليرا عتما بلا مهم عليه كل غرنيو تسفتي تي باني ناق ما تشراونيو. أني باي عتلي تو ناق سفر غرنيو. نعم. ثم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. يقول لك إيش تبني قناصة ثمان سلة؟ دو جوتي بني را. ترى مسلمة كيو تين جوتي. ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الوجه مع ما استرسل من اللحية. يمان سلة أخنو نيدار كو تبقى دهي. ثوري سما بورا. را أخنو يو كان كو سورو دهي يو الأر كو كان كو لاش سما بورا مان سلة أخنو دنيو. نعم. يعني الآن يستطيع يدخل يده في الإناء يغسل الوجه نعم مع اللحية أنا أفهم داري جوس داري سر داري سنجي برا أنوار بنيو نعم ثم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات رأيوبني إيه تشتي غروس رأي تشتي غروس رأصارم سما كيو تين تشتي غروس ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين تسبتي أفنو داعي على الدنيا رداعي على تيو أول لاقو سرو برا كربتشا كلاش سما غرنيو لا يغسل هنا العضد أفنو يباخر الدنيا وينه نعم يعني ياخذ هذه الحفنه من ماء يسرني وبهذا يغسل حتى المرفقين يعني نعم يقر بتسمه باني انا ضروري شيء يقر بتسمه بورا اليد اليمنى ثم اليد اليسرى اليد اليمنى ثم اليد اليسرى نعم كويني والله نعم كويني والله يا كويني سما عدنا ضروري شيء لابد يستوعب المرفقين دون ان يشعر في العضد يو باكو رما تلون ضروري سينا احنا كوين سما غري وني كافي شيء اليمنى ثم اليسرى فايلا دائما غرنيو تسفتي بايما غرنيو نعم مع المرفقين يو باي باي اپني يو كوين سما دون ضروري سينا ثم يمسح لا يغسل الراس مسح لا غسل يعني تفتي افنو تاو كو مسا غرنيو را مسا غري ماني كيو كي پاني ليرا چھونے ماتر ودوني ہوئینا يبدا بمقدمه الراس الى قفاه आफ्नो सुरु टाउको सुरु देखि यो गुद्दी गलासम्म गर्न हातले जाने हो ثم يعود مره اخرى त्यसपछि फेरि त्यो आफ्नो हात टाउको सुरु मा ल्याउने हो ويدخل السباحتي في صماخي اذني आफ्नो यो सुरुको यो सबाबा जसले भन्छ यो आफ्नो औलामा हात हाल्ने हो ويمسح بالابهام ظاهرهما र आफ्नो यो औठाले यो कानको पछाडी भाग मसा गर्ने हो لا ياخذ ماء جديد للاذنين لا र यो कानको मसाको लागि नयाँ पानी लिन होइन बरु जुन पानीले टाउको मसा गर्यो ती पानीले कान पनि मसा गर्नु ولا يمسح الرقبه र आफ्नो गर्दनको मसाज गर्छन् हामीले त्यो गर्नु हुँदैन نعم الان
يغسل الرجلين تسبتي تا خوتا دونه باري اونسو لكن اذا كان على الرجلين جوربين ولبسها لبسهما على وضوء كامل ثم لبس له ان يمسح 24 ساعة وهو مقيم 72 ساعة وهو مسافر 72 ساعة نعم ثلاثة أيام بلا يدي يدي ترى يدي قصة يعني وضوء على ما موزة لقاته هنا جو يدي يعني يترمى سينا وصلي يعني وصلي بار غنطة مسا غنى سكسة ترى يدي كوي وعي در يترمى سينا بحتر غنطة وصلي مسا غنى سكسة نعم له أن يمسح إما أن يمسح بهذه الطريقة هكذا يسري بني غنى سكسة بلا طريقة أو يمسح أولا على اليمنى ثم على اليسرى رأي أركو طريقة كيفاني بولا دائما قرنه ورأي أركو باين هذا إذا لبس الجوربين على وضوء كامل غسل الرجلين بالماء يو كتي بلاو جبا وسلي موزا بولا چوتي وضوء پتھ ہلا کو وإلا يغسل يدي وسلي وضوء کو بلا موزا لاسا سا وضوء ما موزا لاسا نواني وسلي پورا موزا کھولي را خوٹا دونه يغسل الرجلين مع الكعبين उसले दुईटा हड्डी सम्म केरे आफ्नो खुट्टा दुने हो نعم واستحب له ان يخلل بين الاصابع بخنصري र आफ्नो यो के किन हुन हुन्छ ले कान्छिया वालाले आफ्नो खुट्टाको औला बीच खलाल गर्न जरुरी छ نعم دون ان يغسل الساقين يا आफ्नो साक यानी आफ्नो यो के पाको के हुन्छ ले نعم गोली गाठो सम्म पानी पुर्याउन जरुरी छैन دون ان يغسل الساقين نعم يمنى ثم اليسرى بولا دايغن تسفسي باي باي ورنو يقتصد في استعمال الماء رباني كم سكم استعمال قدنا لان بعض الناس يعني شوف ما استغرقنا شيء قليل من الماء هذا السنة لا نسرف في استعمال الماء كم سكم باني پريوغ قرنا يو سنة تو رباني دري يوز قرنو اثر باني دري پريوغ قرنو يو جال چين بعض الناس يأتي يتوضع يفتح كلا ويبدأ يتكلم يغسل قليل ويترك هكذا لا هذا حرام هذا اسراف كوي مان چھن دارا کھولیر اتا اتا کرا گچھن بستا بستا یوز گچھن یہ حرام چھ تخفض الماء هكذا قليلا وتبدا تتوضا قليل هكذا يكفيك للوضوء دارا الکتی کھولیر تسما وضو گنا شروع کرنے نعم بعد ان ينتهي من الوضوء ياتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضو سکے پچھ جون دعا ثابت چھ وضو پچھ تو پڑھنے نعم الان انا توضات وضوء كامل إذا لبست الآن الجوربين لي أن أمسح عليهما مدة يوم كامل يوم وليلة 24 ساعة يعني من الآن لبست بعد المغرب مثلا توضأت ومسحت عليهما لي أن أمسح إلى مغرب يوم الاثنين اليوم الأحد هذا بالمسافر مقيم أي مقيما نعم الشيخ اللي جستو كي اللي پورا وضو گنو ہے त्यसपछि अहिले मोजा लाउनु भयो भने शेखले भोलिको मगरिब बेलासम्म मसा गर्न सक्नुहुनेछ अम्मा المسافر له ان يمسح ثلاثة ايام بالليل يعني 72 ساعة यो यो यदि कुनै यात्रामा छ भने कुनै मान्छे त्यसले 72 घण्टा मसा गर्न सक्छ يعني الى يوم الاربعاء له ان يمسح يعني अहिले देखि उले बुधको दिनसम्म मसा गर्न सक्छ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الله سرقه ننسى وصلى الله على نبينا محمد